صحيح يا اخي، انا برضو قلت ازاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوه هايفه زي دي. 250 الف جنيه بقى رشوه هايفه؟ اه طبعا هايفه. ايه 250 الف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخليه؟ وناوي تعمل ايه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. ياه، وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبه. ما مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش فاهم ولا حاجه. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صوره صاحبته، رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حته حشيش، واضح ان الصوره عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على اي حد من صحابك. وللاسف انا زي الغايب رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وانا مروح قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حته الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق، يعني القضيه بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. بس عارفين لما رحت النيابه ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القواضي دي بتخلص بحاجه واحده بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك ال 100 دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. ما وريتك يا حضرة الظابط، مبقاش لعله. زي ما بقولك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسة وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريان. دولاب وحبوب هلوسة؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحة يا باشا انا مشفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه وقالولي. والله عال جاي بوظ المساجين. اسمع، أنا عايزك عينك عليه وعلى أي حاجة بتحصل وسط المساجين. عارف إني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ أنت تأمرني يا باشا. لعله خير إن شاء الله. طيب روح شوف وراك إيه. ماشي يا حسام يا هلالي. جرعية، أنت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخة اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا أمور اللاوع وشغل الحورتجية ده مش عليا، فاهم ولا لأ؟ أنا لا ملاوع ولا حورتجي، أنت اللي فاهم ولا لأ؟ آه، ده أنت مش مرتشي وبس، ده أنت قليل الأدب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي. يمكن تتربى يا حسام يا هلالي. مين؟ انت حسام الهلالي؟ ايوه انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده، لكن انا عارفاك كويس قوي، ومش ههدى ولا يهنني بال غير لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ ورايا ست انت؟ وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله، حصل لنا الرعب يا ست حكمة. ممكن اعرف بقى حكمة مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه، قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي، جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمة، روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغاية دلوك هي اللي غلط، بس انا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله, الله, الله. ده انت جايه فارده قلوعك بقى وبتهدديني؟ لا، انا جايه ابرد ناري واتشافى فيك لحد ما يقوني الاوان واخد بتاري منيك واريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ظهري، وانت بسلامتك جايه تهدديني النهارده؟ يا سلام، ده انتوا عيله بجحه بجاحه. واضح ان الخيانه والوساخه والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان.
اسمعي يا ست انتي، انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحيه وجيت من ظهركم، علشان انا على حق وانتوا على باطل. قبل حكمت الزياره انتهت. ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تعض فيها معايا؟ أعض؟ ما أعضش ليه؟ أرغي. المعلم أبو لغم بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وأنا إيه المصلحة اللي هتعود عليا؟ 10,000 جنت، نصهم في أول عملية والنص التاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي أمه هتلبس عليه أسود بالصلاة على النبي؟ حسام الهلالي. لعله خير إن شاء الله. أنت تعرفه ولا إيه؟ إيه اللي أعرفه؟ ده أعز أعز أعد قائل. حلوة دي يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضرة الصاب. وحشتك قوي 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 يا سيدي. وأنا كمان اتوحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي يا منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهر ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهر وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حبيبي. عشان تعرف اني جده وانك اتجوزت مره ب 100 راجل، انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل الواد الهلالي، ورحت له وتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي له وتخليه يعرف شكلك وفصلك ووصلك؟ غصب عني يا سيدي، نار الطار كانت جايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته وتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده اكبر غلط وكفايه لحد كده. يعني ايه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وانا اللي كفيل اخده. واه، تنسيت انه قتل محروس اخوي؟ يعني طار انا كمان ولا يمكن اهم الواصل؟ كفايه لحد كده. ووعاكي اسمع انك هوبتي ناحيته تالي، فاهمه ولا لا؟ فاهم، فاهمه يا سيدي. الا بالحق انا جبت لك نصيبك من ايراد البضاعه. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدي. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح؟ انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان في وقت واحد، نصاب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ إيه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمه.